بون السلام عليكم، نشكركم على الاستضافة هذه. محيوس أيمن، لاعب سابق شباب باتنا، ابن ولاية جيجل، مواليد 97، لاعب منتخب وطني أولمبي، التحق بصفوف اتحاد العاصمة هذا الموسم. كما يقولوا ان شاء الله نشرف العقد هذا تاعي. بون ما يخفالكش، انا مديت في ايكيب كبيره برمي لي تسمى لي زيكيب الكبار كامل في الجزائر، اتحاد العاصمه تسمى نامبور كيل جوار يتمنى يلعب في ليكيب هادي، والحمد لله شغل فوت مرحله وانا وصلت الايكيب مليحه. ان شاء الله يا ربي نزيد نخدم بالخدمه، باسكو اسمها بالخدمه تلحق ماشي غير بالهضره ولا. ان شاء الله ربي يوفقني ونكون عند حسن الظن المسيرين اللي داروا فيها الثقه ونفرح الجماهير ان شاء الله. بون الاتصال هذا كانت ما يخفالكش، كنت انا في تربص منتخب الوطني، كان الرئيس عبد الحكيم سراري نشكره بالمناسبه، كان يتصل مع المناجر تاعي يونس عبدو، كانت اتصالات معاه، ومن بعد تفاهموا مع الاداره السابقه تاعي تاع شباب باتنا وين تفاهموا وجاب لي كواغتي. الحمد لله دوك راني في اتحاد العاصمه، ان شاء الله كما يقولوا لي سيبورتر يصبروا عليا ان شاء الله، وان شاء الله نفرحهم ونديروا حاجه ان شاء الله. بوش اللي حفزني كما يقول لك اتحاد العاصمه غير اسمها برك يحفزك، كما تسمى اتحاد العاصمه نيمبورت كي جوا في لجيري حاب يلعب فيها. انا الحمد لله هما داروا فيها كونفيونس وجابوني عيطوا لي، والحمد لله راني في ليكيب ان شاء الله نفرحهم وما نخيبهم ان شاء الله. لا ما يخوفنيش باسكو كيما تكون مع دي جوار تسمى لي لاعبين وعندهم خبره ومن الناس مو تحتك بهم، راه انت تاني راه زدت لي كيما هما، ان شاء الله يعاونوني باش نكون مليح وفرح الانصار تاعي تاع العاصمه وفرح روحي خاصه والعائله تاعي وصحابي اللي عاونوني كامل واللي وقفوا معايا. بون منافسه صح هي كاينه منافسه، بصح المنافسه هي راح تخليك تخدم، باسكو كيما يكون معك زوج ولا ثلاثه في بوست تاعك راح انت تزيد تعاود تخدم دوبل ملي كنت تخدمو. ان شاء الله بالخدمه اللي مد البليس اللي كيبو هو اللي يفوت، وان شاء الله يا ربي يوفقنا كامل نديرو حاجه ان شاء الله.